ويبدا بعد قليل نهائي سباق 4 في 400 متر بوتسانا 259 المركز الثالث نيجيريا 3 301 المركز الرابع السنغال 302 المركز الخامس كينيا 303 المركز السادس 306 المركز السابع الجزائر 3 المركز الثامن تلاتة تسعة آسف جدا المركز الثامن تلاتة تسعة وعشرين بالتوفيق للجميع إن شاء الله لو عندك أي